كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. طبعا نبدا معكم اول حاجه تهضروا لنا شويه على التواجد ديالكم مع عبد الرحمن السهل وكوثر الرغاي اليوم في اللونسمون ديال الكليب ديال اليوم. جينا نحضروا مع الصديق ديالنا عبد الرحمن والزوجه ديالو اللونسمون ديال الكليب. فرحانين بزاف وان شاء الله تايقين فيه ومتحمسين اننا نشوفوا فيديو كليب. الاغنيه سمعتها ديجا من قبل والفيديو كليب باقي ما شفت باقي ما شفتوش. دونك دابا اليوم نشوفوا ان شاء الله يا ربي ونتمنى له ان شاء الله غير زعما التالق وديك الشيء كامل. المهم داكشي ما فرحانين الصراحه بالتواجد ديالنا معهم اليوم هنايا لان غنشاركوهم الفرحه ديالهم وهذه شي حاجه مهمه بالنسبه لنا لان هما اصدقاء ديالنا وفي نفس الوقت كوبل رائع. فكنتمنى لهم كل خير يا ربي والله يوفقهم وييسر لهم الامور. شيماء رضوان بغينا تهضروا لنا شويه على الاجواء ديال الزفاف ديالكم اللي كان واحد الزفاف اسطوري وكان واحد الزفاف رائع. شفنا بعض الفيديوهات ديالكم في اليوتيوب شفناكم في طوندونس شفنا بعض الاجواء ديال العرس. بغينا تهضروا لنا بصفه عامه على العرس وكيف كانت الاجواء ديال العرس بالخصوص حنا في هذا الوقت اللي هو الوقت ديال الجائحه. انا بالنسبه لي عملت واحد الحفيله صغيره في الدار عملت الحنة هكذا الدراري صحابي كانوا تينا كنتي حاضر دونك تينا شفتي كلشي وعارف كلشي كيفاش داز. كان داكشي عائلي الجو حلو الباقي كان في القاعه داكشي شيماء اللي تقدر توصفه بزاف. انا ما اللي نعطيو الكلمه لشيماء تهضرنا شويه على الاجواء ديال الزفاف ديالك تينا ورضوان. صراحه داز غزال كان فيه بزاف ديال التماره وبزاف ديال التوجد وبزاف ديال التفكير والخلعه ولكن الحمد لله انا فرحانه لان داز على اكمل وجه وكل شيء عجبو وكل شيء فرح معنا وكل شيء بارك لنا. هذه اهم حاجه. كانوا شي صعوبات شويه ضروري لان في هذه الساعه هذه باش تعمل زفاف يعني واخا كان ما كانوش ناس بزاف ولكن واخا هكذا كتلقى شويه صعوبه على حسب الوقت باش تسالي في الوقت على حسب العدد ديال الناس. المهم كيكون ستريس احسن من يعني اكثر من الايامات العاديه. رضوان عندي سؤال لك. طبعا احنا في شهر 3 شنو هذا الشهر هذا اللي هو شهر المراه وشهر الام ياك الكلمه ديالك او كلمه بصفه عامه بخصوص عيد المراه على المراه المغربيه. المرأة المغربية تشفق ريوسنا والمرأة زعما والأم في العالم كامل تشفق ريوسنا وخصوصا المرأة المغربية وما عرفتش ما نقول قول لي باش نقول انصحني. صراحة المرأة المغربية شي حاجة عظيمة ماشي غير المرأة المغربية المرأة في العالم كامل ولكن المرأة المغربية معروفة بالكفاح ديالها معروفة باللي هي مرا وراجل في نفس الوقت فتبارك الله على المرأة المغربية ولهلا يخطيها علينا. هادشي اللي كاين شي كادو كادو ديال عيد المرأة طبعا عطيلي عطيلي السكوب خصنيش نحرق لها ليله المفاجاه وانا في يب الوقت نعرف ديك الساعه صار لك انستغرام. رضوان شيماء تبارك الله عليكم من لي كوبل رائعين في شمال المغرب بصفه عامه. كنتمنى لكم مسيره موفقه ودائما كنتبع رضوان في المجال الفني ديالو وكذلك في المجال ديال اليوتيوب. تبارك الله عليك شيماء. كلمه اخيره شنو كتوجهوا للجمهور ديالكم عبر كاف 24 تي في؟ نبداو بشيماء لي فام دابور. كنبغي نقول للمتابعين ديالي كاملين اللي هما العائله ديالي كنبغيكم بزاف وما تصوروش شحال انا فرحانه بالدعم ديالكم لينا والحب ديالكم لينا. هادشي كيسوى عنا الدنيا وما فيها. شكرا بزاف لكم على كل شيء وانا كنحماق عليكم. قالت كل شيء. شكرا شكرا للناس اللي كيتبعونا وكيدعمونا شكرا للحب ديالهم شكرا للدعم ديالهم لينا شكرا على اي ميساج او لاي رساله وصلتنا محفزه او لا فيها ترحيب او فيها مباركه وشكرا كاب 24 وشكرا اسامه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.